العام الدراسي الجديد 2021 مختلف عن السنين اللي فاتت، عشان كده مهم إنك تفهم الشكل الجديد للدراسة وطريقة المذاكرة بالوسائل التعليمية المختلفة لتحقق أكبر استفادة من عملية التعلم. وعشان نحقق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس، أيام الحضور في المدرسة بقت أقل، لكن الأيام الباقية هتكون بتذاكر من البيت. القناة التعليمية مدرستنا هتكون الوسيلة الأساسية للتعلم السنة دي، عشان تتفرج على الدرس في البيت وتكتب أسئلتك وملاحظاتك. وبعد ما تشوف الدرس في القناة، هتكون أيام الحضور في المدرسة لمناقشة اللي اتفرجت عليه والأنشطة والتطبيقات العملية وتدريس المواد اللي بره المجموع، وتقدر توصل للحصص اللي تم عرضها على القنوات التعليمية للمراجعة في أي وقت من منصة البث المباشر للحصص الافتراضية. كمان في وسائل تانية مختلفة عشان تساعدك على المذاكرة، زي المكتبة الإلكترونية ذاكر study.ekb.eg اللي بتوفر محتوى تفاعلي للمواد الدراسية المختلفة في كل المراحل التعليمية. لو دورت في أي موضوع هتلاقي صور وفيديوهات ومقالات وغيرها بتساعدك على التعلم بطرق مختلفة وممتعة. ومنصة إدمودو للفصول الافتراضية اللي بتخليك تتواصل مع معلمك وزملائك بسهولة، وبتوفر برامج مختلفة مثل وورد وإكسل وباوربوينت من مايكروسوفت مجاناً لمساعدتك على كتابة الأبحاث أونلاين. ده غير وسائل إلكترونية إضافية للشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، زي مكتبة الدروس الإلكترونية اللي بتوفر شرح إضافي للمواد المختلفة عن طريق فيديوهات قصيرة بيقدمها أفضل معلمين في وزارة التربية والتعليم، وبتدربك إزاي تجاوب على الأسئلة الجديدة. ومكتبة الكتب الإلكترونية اللي بتقدم كتب تفاعلية لشرح كل درس من المنهج كبديل للكتب الخارجية. كمان منصة اسأل المعلم، عشان لو عندك أي أسئلة في أي وقت تقدر تتواصل مع معلم يساعدك. وطبعاً طلاب ثانوي عندهم منصة نظام إدارة التعلم LMS اللي عليها محتوى رقمي تفاعلي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، مربوط بالمنهج وبيغطي مخرجات التعلم من كل درس في المواد المختلفة عشان يساعدهم على الفهم بشكل أفضل. الوزارة بتحاول دايماً توفر أحسن جودة تعليمية لأولادنا عشان نساعدهم يتعلموا بجد وبطرق أحسن، لأن الهدف دايماً هو التعلم اللي قايم على الفهم ومش الحفظ، ونبني إنسان مصري قوي بالعلم والمهارة وقادر على المنافسة والتعلم المستمر، بيتعلم ويفكر ويبتكر. اهلا بحضراتكم من جديد. لاول مره هيكون في عندنا امتحانات الثانويه العامه الكترونيا، يا محظوظين. نظام جديد بيتوافق مع طبيعه التغيير الرقمي والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اللي بيحصل حوالينا وفي العالم كله، ونظام جديد برضو في الفهم مقدم عن الحفظ، يا عيني علينا. لكن بيظل في تخوفات وقلق كطبيعه سنه ثالثه طبعا ثانوي اللي هو بعبع الثانويه العامه، وخصوصا كمان ان في رقمنه ونظام جديد او زي ما بنقول كده ستايل جديد في التحصيل الدراسي، فلسه يعني اسمها ايه بنلين كده زي العربيه الجديده. عشان كده احنا النهارده معانا الاستاذه نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام ورئيس قسم التعليم بالجريده، اللي هنتعرف منها بقى بشكل اقرب على طبيعه الامتحانات، نتعامل معاها ازاي. اهلا بحضرتك. صباح الورد. صباح الورد عليكم وعلى الساده المشاهدين. صباح الورد يا استاذه نيفين. الامتحان الاسترشادي التجريبي خلاص يعني بدا للطلاب، طيب هو هيستمر امتى وطبيعه الامتحانات دي هتبقى عامله ازاي؟ طبعا احنا عندنا اخر يوم للامتحانات هو يوم الخميس بكره ان شاء الله، ودي طبعا بتبقى امتحانات يعني تجريبيه استرشاديه للطلاب علشان يتمرنوا على نوعيه الاسئله الجديده اللي خاصة بامتحانات الثانوية العامة، لأن طبعا زي ما انت قلت ان السنة دي أول سنة هيطبق فيها نظام الامتحانات الألكترونية الأونلاين، فعلشان الأولاد يتدربوا على نوعية الأسئلة ويتدربوا كمان على استخدام التابلت واستخدام الشبكات داخل المدارس. وبالفعل يعني كان في اختبار كبير لجودة الشبكات، سواء الاعتماد على الشبكات الداخلية في المدارس أو الاعتماد على الشبكات الرئيسية والألياف الضوئية والسيرفرات إلى آخره، يعني الأجزاء الخاصة بالنواحي التكنولوجية. تم اختبار كل هذه الأشياء، ويمكن وزير التربية والتعليم كان له تصريحات امبارح الدكتور طارق شوقي عن هذا الموضوع، وقال ان تم اختبار
الشبكات في حوالي 2300 مدرسة، ودول المدارس الثانوية المجهزة لعقد الامتحانات إلكترونيا، وقال إنها عملت بكفاءة خلال اليومين اللي فاتوا. وطبعا قال إن مسألة يعني تخوف الطلاب، لأن كان في شكاوي كتير امبارح من الطلاب بخصوص الامتحانات وبخصوص صعوبة الامتحانات، وإن الوقت ما كفاش، وإن في مواد زي مواد الفيزياء أو الرياضة بتحتاج إن يبقى في مكان الطالب يكتب فيه هوامش أو يحل يعني في ورقة خارجية. كل الأمور دي الوزير يعني وضحها وقال إن هيبقى فيه ورقة بيضاء هتسلم للطالب في الامتحان اللي هو بتاع آخر العام اللي هيبتدي 4 يونيو إن شاء الله، والورقة دي هتكون ورقة مؤمنة، الطالب مش هيجي بيها من البيت، لا هتوزع عليه في يعني في اللجان. وقال إن بالنسبة لمسألة السهولة والصعوبة يعني دي طبعا يعني المفروض يكون الطالب اتدرب عليها في خلال الصفين الأول والثاني الثانوي، وقال إن المسائل دي كلها يعني سيتم مراعاتها مع امتحانات آخر العام، وإن كان المركز القومي للامتحانات اللي هو طبعا بيضعوا أسئلة الامتحانات فيه الخبراء أكد إن يعني الأسئلة ما هيش صعبة بقدر ما هي يعني نوعيتها جديدة على الطالب، يعني أسئلة بتعتمد على التفكير، بتعتمد على إن هو يشغل مخه شوية. يا ساتر يا رب، التفكير إيه ده؟ لا صعبة، إحنا ما كانش عندنا المواضيع دي خالص، إحنا كان حفظ وبس. يعني حتى كمان كان في استفسارات كتير على مسألة القصة في وأسئلة التعبير في اللغة العربية على سبيل المثال، أو قصة في اللغة الإنجليزية، فالوزير قال إن كل هذه الأسئلة يعني ستوظف في الامتحانات مش بشكل مباشر، لأن طبعا الامتحانات كلها اختيار من متعدد، مش هيبقى فيه أسئلة مقالية، فقال إن الكلام ده كله يعني هيتدرب عليه الطلاب كمان في اختبار تجريبي هيبقى في شهر يونيو، وهيتم تحديد موعد هذا الاختبار علشان يبقى كده الطلاب عندهم ثلاث فرص لتجريب الامتحانات بأسلوب الجديد اللي هو بيعتمد على التفكير زي ما قلنا، وكمان عشان يتم اختبار الشبكات بشكل أكبر. طيب امبارح مجلس الوزراء سحب مشروع التعليم التراكمي، ليه سحبه في التوقيت ده وهيترتب عليه ايه بالنسبة للطلاب؟ ده سؤال جيد من حضرتك، لان عمل لغط عند بعض الناس، يعني في ناس كتير يعني عملت عملية خلط ما بين الثانوية التراكمية اللي هي المفروض كانت هتطبق على الطلاب اللي داخلين الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل، ومع الامتحانات الألكترونية اللي هتعقد السنة دي اللي هي 2021 لطلاب الثانوية العام. هذا المشروع كانت الوزارة تقدمت به لمجلس النواب، وطبعا بعد العرض على مجلس الوزراء، وكان بيتضمن ان الثانوية العامة ما تبقاش يعني امتحاناتها لسنة واحدة، تبقى على 3 سنين، ويبقى في نماذج متعددة من الامتحانات، يعني لو احنا قاعدين في لجنة امتحاني غير امتحان حضرتك غير امتحان الأستاذة، يبقى في نماذج متعددة مثلاً؟ طبعا لمنع الغش رقم واحد، رقم اتنين علشان يعني كل طالب بيعرف يعني مستواه الحقيقي ازاي، ويبقى في نوع من انواع التنافس يعني الشريف ما بين الطلاب. وطبعا كان في كمان مسألة التحسين، يعني ان يبقى في تحسين للطالب اكتر من فرصة الطالب يقدر يدخل فيها الامتحانات، ودي طبعا كل اللي انا بقوله لكم ده مادة واحدة بس في القانون اللي مجلس الوزراء يعني سحب المشروع علشانها، اللي هي الثلاث نقاط دول، النماذج المتعددة والتحسين ومسألة الثانوية العامة تبقى على 3 سنوات. طبعا وزير التربية والتعليم برضو قال تصريحات امبارح خاصة توضيحية بهذا الشأن، وقال اللي احنا هناخد الملاحظات بتاعة مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ، وهنبتدي اللي احنا يعني نرد عليها، ونبتدي اللي احنا نقول مبرراتنا، وهيعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء، وبعد كده هيعرض على البرلمان اللي هيبقى فيه ساعتها يعني حقيته ان هو يرفض أو يوافق على المشروع. طب دلوقتي بالنسبة بقى للتعليم الأونلاين، في تخوف عند الأهالي شديد والطلاب كمان من السيستم، طب يعني لو السيستم وقع، لو حصل أي حاجة وأنا بمتحن، فالوزارة هتحل ده إزاي؟ زي ما احنا قلنا الامتحانات التجريبية هي علشان نكتشف السلبيات دي، الطالب اللي الامتحان بيقفل معاه وهو مثلا في نص الحل، اللي زي التوبة يعني. المنصة بالظبط زي المنصة الامتحانية اللي ما بتفتحش أساسا مع الطلاب، طب طالب حل كل الأسئلة ومعرفش يسيف الامتحان. كل الفكرة بتاعت الامتحانات التجريبية عشان اختبار هذا الكلام. الفكرة بقى في ايه حضرتك، يعني عشان السؤال اللي حضرتك سألتيه وده سؤال دقيق جدا، مسألة ولي الأمر اللي خايف على ابنه، احنا كلنا خايفين على اولادنا او اخواتنا لان احنا يعني عندنا تخوف من التكنولوجيا، لكن ده بالنسبه للاولاد في السن ده
ما عندهمش التخوف اللي عندنا، بالعكس ده هم بيتعاملوا مع التكنولوجيا بسهولة ويسر شديد جدا وببساطة شديدة جدا، ودي لغة العصر اللي منتشرة بينهم. فلما يكون بقى مذاكرتهم ونظام امتحاناتهم باستخدام ده بنفس اسلوب حياتهم او عيشتهم هيبقى اسهل كتير بالنسبة. بس احنا عشان عندنا تخوف بصفة عامة من التكنولوجيا، فطبعا لازم بيبقى عندنا ايه يعني قلبنا ضعيف شويه. اي تغيير في اي حاجة بيحصل مقاومة، لانه انت بتخرجي عن المعتاد، يعني بتخرجي بره الكومفورت زون اللي قعدتي فترة تعودي نفسك عليه. بالظبط طبيعي الناس بتبقى قلقانه يعني، وده طبعا قلق مشروع، بس احنا مش عايزين يعني عشان قلق مشروع بس مش عايزين ننقله لاولادنا يعني. طبعا احنا دلوقتي نفكر في ايه الوقت الحالي، نراجع دروسنا، الاسلوب الجديد في الامتحانات، الوزير يوم الاحد الجاي هيعيد نشر الاسئله بتاعت الامتحانات كامله. ابتدي ادي لنفسي تايم. وزاره التربيه والتعليم معانا فعلا على السكرين اهو بالظبط علشان الناس تبقى عارفه. ده تاكيدا طبعا على كلام حضرتك يعني. احنا بنحاول ان احنا نساعد الطلبه اخواتنا واولادنا ان هم يشوفوا الموقع بيشتغل ازاي، ويبتدي في نوع من الألفة كده ما يتخضوش لما يشوفوا. مش أول مرة يدخلوا كده يتفاجئوا بيه، لا هو موجود وادخلوا شوفوا مالكوش حاجة. يدي الطالب يعني نفسه تايم ان هو بيحل الأسئلة دي، أوجه القصور اللي حصلت في الامتحانات اللي فاتت، ليه الوقت ما كفاش الإجابة على كل الأسئلة، يشوفوا كمان الإجابات بتاعتهم. طبعا هو ما فيش تصحيح للامتحانات دي لأنها امتحانات تجريبية أو بروفة زي ما قلنا، لكن يشوفوا بقى مستواهم الحقيقي لما يعرفوا الإجابات بتاعت الأسئلة ويعرفوا إيه أوجه القصور عندهم، يبتدوا يتدربوا على هذه النوعين من الأسئلة. طبعا لسه الوزارة هتنزل نماذج استرشادية أخرى لامتحانات آخر العام، وفي امتحان تجريبي زي ما قلنا في شهر يونيو المقبل. فاللي أنا عايز أقوله إن أولياء الأمور يعني لازم يشجعوا أولادهم على خوض هذه التجربة، لأن ابنك أو بنتك هيدخل الجامعة زي ما كنت بتقولوا في الفقرة اللي قبل كده، بجامعات تكنولوجية، جامعات أهلية قائمة في المقام الأول على التكنولوجيا. فأنت ابنك أو بنتك اللي خارج من نظام تعليم لا يعتمد على هذه الادوات مش هيقدر يكمل، بنأهله للجامعه مش هيقدر يكمل في دراسته الجامعيه. فعشان احنا نأهله بقى للجامعه، فلازم اللي احنا نشجع اولادنا على خوض التجربه الجديده. عايز اقول لك من المفارقات اللي حصلت في وفي كمان منصه حصص مصر كانت موجوده على الهواء معانا دلوقتي وحضرتك بتتكلم دي منصات الالكترونيه اللي طبعا جائحه كورونا عجلت يعني بان احنا نكثر من هذه المنصات والقنوات التعليميه كادوات مساعده للطلاب، إن كانت كان في مجموعة كبيرة منها بالنسبة لكافة المراحل الدراسية بما فيهم الثانوية العامة من كيجي 1 لحد الثانوية العامة، لكن بعد جائحة كورونا يعني تم التوسع في هذه المنصات والقنوات التعليمية. فاللي أنا عايز أقوله اللي احنا نشجع أولادنا على إن هم يعني يستخدموا التكنولوجيا بصورة صحيحة، نبتدي نخليهم يبتدوا يراجعوا، نديهم شيء من الاطمئنان، لأن الشهرين اللي فاضلين دول بقى هم إيه يعني الأعصاب فيها بتسيب، والأولياء الأمور بيبقوا أكثر خوفا على أولادهم، الطلبة نفسهم بيبقوا مضغوطين جدا. فاحنا نبتدي بدل ما احنا عمالين نجادل في تصريحات ونظم تعليمية، وفي النهاية إن في خبراء وفي ناس متخصصين وفي مسؤولين هم اللي بيضعوا هذه الخطط وهذه النظم التعليميه، نبتدي اللي احنا نشجعهم على المذاكره والمراجعه، ونبتدي نخليهم ان هم يحلوا اسئله كتير، يستخدموا النماذج الاسترشاديه بتاعه الوزاره، يبتدوا ان هم يعني يحطوا وقت للاجابات بتاعتهم، يبتدوا ان هم يجمعوا المواد زي ما بنقول. طب هو في لغط كبير قوي حول الكتاب المفتوح، انه ايه المصادر الرقميه المفتوحه، ايه اللي هيتم فيها، الموضوع هيمشي ازاي، فمحتاجين نفهم. هو طبعا الوزير سمح في هذه الامتحانات اللي هي الالكترونيه باستخدام الاوبن بوك او الكتاب، يبقى مع مصاحب للطلاب. حاسه ان انتوا غيرانين من القصه دي جدا. بس على فكره الموضوع ده بدا يعني اما بدا فعلا مصطلح اصلا اوبن بوك اكزام ده، لا انا فاكره ده ظهر يعني في الجيل في بتاعي اللي هو يعني اللي كان اول امبارح الجيل بتاع السنه اللي فاتت. في فتره الثانويه العامه فعلا في المدرسه، ولما جه مدرس يعني في مدرس حتى لغه عربيه وقتها قال هاتوا الكتاب وقت الامتحان، فاحنا قعدنا وقتها نتريق. ففي ناس مثقفه معانا في الفصل انا فاكره من الزملاء قعدوا يقولوا ايه، لا ده في حاجه اسمها اوبن بوك اكزام. بس لو فكرنا فيها هو حتى الاوبن بوك ده لو انت اصلا مش مذاكر مش هتعرف تطلع الاجابه. ايوه هتضيع وقت. المدرس ده كان فلته يعني، هو كان 1% من كان سابق عصره شويه تقريبا. هو طبعا نظام الامتحانات بنظام الاوبن بوك دي كانت منتشره اكتر يعني في بعض الجامعات وطبعا بعض التخصصات، ويمكن الشهادات الاجنبيه زي الاي جي والامريكان ده كان منتشر فيها، لكن بالنسبه لنا احنا في الثانويه العامه الحكوميه العاديه ما كانش يعني المصطلح ده كان جديد
بتعدي علينا. لكن الطلبة اتمرنوا في أولى وتانية ثانوي وامتحانات التجربة في تالتة ثانوي إن هم يدخلوا بالكتاب. هو طبعا ما فيش طبع الكتب الثانوية، يعني ما فيش كتاب مدرسي للطلاب، لكن في كتاب على التابلت، يعني ما فيش كتاب ورقي في إيديهم، لكن في على التابلت في محمل الكتب الإلكترونية بالظبط. وفي طلبة بيصوروا الكتب بتاعة السنين اللي فاتت، لو المناهج زي ما هي ما اتغيرتش بيصوروها وبيدخلوا بيها الامتحان، وده مسموح. لكن الوزير مش سامح بان يتكتب هوامش او ملاحظات على هذه الكتب. يعني انت ادخل بالكتاب بتاعك عادي، لكن ما يكونش مكتوب فيه لا ملاحظات. هيتفتش بقى ولا ايه؟ هيبقى فيه طبعا الملاحظين والمراقبين، لان طبعا كمان زاد عددهم السنه دي علشان يعني جائحه كورونا، فهتبقى اللجان فيها من 14 ل 16 طالب، فعشان كده في ملاحظين ومراقبين عددهم زاد علشان عدد اللجان زاد يعني. فطبعا المهم جدا ان ولي الامر يبقى عارف ان ابنه حتى لو خد الكتاب في ايديه وهو داخل الامتحان ما يبقاش فيه اي ملاحظات او مكتوب عليه اي حاجه، مكتوب عليه اي تدوينات او حاجه زي كده. فده بالنسبه للكتاب، لكن هو مستمر. الوزير اكد ان امتحانات اخر العام هتبقى بنظام الالكتروني وباستخدام الاوبن بوك، ما فيش تغيير في هذا الموضوع. كان بس مسار الجدل امبارح طلبه الاقسام العلميه اتكلموا على مساله الفيزياء والرياضيات، هم عايزين يعني حاجه يحلوا فيها السؤال عشان قبل ما يشوفوا الناتج النهائي، فهو سمح بورقه بيضاء لكن ستوزع عليهم في اللجان، مش هيدخلوا برضو بيها من وهم داخلين على اللجنه بتاعتهم او على المدرسه بتاعتهم. طيب في نصائح سريعه كده حضرتك ممكن توجهيها برضو لاولياء الامور علشان يخففوا الضغط على نفسهم وبالتالي ما ينقلوش ضغطهم لاولادهم وهم بيذاكروا؟ عايزه اقول ان طبعا ان كل القرارات اللي بتتخذ دي في الاساس هي لصالح يعني الطالب ولصالح العمليه التعليميه ككل، فلازم ان الطلاب يعني يبتدوا دلوقتي يراجعوا المناهج بتاعتهم، ما نعتمدش قوي على مساله الدروس الخصوصيه، ما نعتمدش قوي على عندنا منصات تعليميه كثيره. انت شفت الامتحانات اللي جت، الدرس الخصوصي مش هيفيدك فيها يعني، لان لا في حاجه هتحفظها ولا في مدرس هيديك، مفيش حاجه للدروس الخصوصيه خالص. الماده بالمعلقه لا، ده في تفاعل، في انك تفهم، في انك انت تعرف السؤال وما وراء السؤال. فمساله الدروس ومساله المراجعات ومساله الكلام ده مع مدرس خصوصي او مراكز الدروس الخصوصيه ملهاش جدوى في هذا الامر. واحنا بقى المفروض الوقت دوت هو وقت اللي احنا يبقى فيه هدوء اعصاب، يبقى فيه في البيوت يعني شويه راحه كده، علشان خاطر طالب الثانويه العامه ده داخل على نظام جديد، فاحنا نشجعه على هذا النظام ونبتدي اللي احنا نستعين بالنماذج بتاعه الوزاره، ونبتدي اللي احنا ندي وقت للاجابات على الاسئله علشان ده مهم جدا خلال الفتره اللي جايه، ونبتدي يعني عايزه اقول ايه، نبعد بقى عن كل الاخبار وكل ما يقال امتحان شكله عامل ازاي، هو ورقي ولا الكتروني، هو هيبقى كم سؤال، هو يعني نبعد عن الضغط العصبي دوت، ونبتدي نركز في الماده الدراسيه او الماده العلميه اللي في ايدينا عشان نذاكرها ونلحق زي ما بنقول كده زمان نلم المنهج. بشكرك شكرا جزيلا استاذه نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام ورئيس قسم التعليم بالجريده. وصباحك صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ياسمين. صباح الورد عليك يا مها. للاسف خلصت حلقتنا، واستنونا الحلقه الجايه كل يوم من سبت للاربع الساعه 9 صباحا. وصباح الورد عليكم ومع السلامه، الى اللقاء.